العريس او حكايه كبار السن وكذا، احتمال كبير يعني ممكن يكون فيه وباء بالنسبه للحر، ممكن يكون فيه وباء احنا ما نعرفوش بسبب الحر، وده تقييد تقصيفه الصحه. يعني تغطت الصحه ما تكونش قله لا لا ما فيش اي حاجه جات، ما فيش اي حد جاي ولا سال عن الناس بسبب ايه، ولا حد حتى عمل لها اي حاجه، ولا حد جا كشف على الناس الموجوده، ولا حد كشف على الناس اللي لسه قاعده مثلا في لسه، لان في ناس لسه قاعده عيان على كده، في ناس على كده كبار. هو بيقولوا ان كنتوا بتدفنوا وبعد كده بتقولوا ان عندنا حمى. ماشي يعني الكلام ده في حاله واثنين وثلاثه، لكن لما تزيد الحالات تبقى اربعه وخمسه وسته في اليوم، يعني مثلا عندنا هنا في نقول احنا خمس حالات وفيات هنا عندنا، يعني ده المفروض حتى لو انا ما قلتش المفروض في مسؤول بيتحرك، يعني اعتبر ان انا عندي ناس جاهله ما عنديهاش خبره بكده، يبقى في المفروض في مسؤول عن الحكايه دي يجي يتحرك يشوف الحكايه دي اصلا ايه. بالنسبه للمزارعين لازم يطلع مزارع يروح يشوف زره، ما يقدرش ومعه مواشي مش هيخليهم يعني عشان كم لكام؟ من الصبح الساعه 7 لغايه الظهر، بالنسبه لل معاه مواشي ما يقدرش يسيبهم، لازم يروح يحش لهم حشيش وحاجات زي كده بتاع. بالنسبه لل المزارعين ما قدروش عمل الحكومه ممكن ياخذ اجازه وبتاع ويقعد في البيت ما اخذه، لكن بالنسبه للمزارعين ما يقدرش ياخذ اجازه لانه هو معاه مواشي ومعاه كده. المشكله بتاعتنا حاله الوفيات كثيره، حتى دكتور الصحه قال بلغوا الوزاره، يعني حالة الوفيات كثيرة على الآخر ومحدش يعني عارف. حالات الوفيات مثلا حوالي كام مثلا خلال الأسبوع ده؟ طيب يعني لسه من امبارح يعني خمسة ستة في اليوم حالات، وفي ناس يعني بتكون ماشية كذا على طول. احنا سمعنا ان في عريس كان ايوه عريس، يعني فجأة يعني ما فيش ولا حاجة، مرة واحدة صار عليه الحمى وتوفى يعني على طول، والحالات مستمرة الحالات. بتقول الدكاترة بيقول لكم انتوا اسألوا الوزارة؟ ايوه الدكتور بتاع الصحة قال بلغوا عمي، قال بلغوا، لأن الحالات الوفيات دي غير عادية. الراجل ده متجوز قام يعني أحد الوفيات لقي حالته منتهية، بس له كم سنة؟ ماليش 13 يوم متجوز، انا عريس لسه. وفي عريس ثاني على خطوبه، حنروح دلوقتي الذي ده حنشوف برضه نعمل لقاء. احنا من كام يوم رحنا بالحالات دي في مستشفياتهم، ما فيش اصلا سراير لهم في مستشفياتهم، ولا فيه عنايه من الدكاتره، ولا فيه رقابه من الصحه، وعندنا هنا بانين مستشفى فيها كذا جناح، ما حدش في المحامين معطل النهارده مسيرتها، النهارده لها خمس سنين صرفوا عليها ملايين، ما فيش وزير صحه يسال عليها، ما فيش اي رقابه عامه، كله غش في غش ونصب في نصب في مكان.